اسمي منى حاتم سلطان، نشأت في القضيبية من أسرة صغيرة. كنا احنا بنت وثلاثة أولاد، أنا رقم ثلاثة، فقبل صبيين وبعدي صبي. من أب مكافح، من أم كانت في سلك التعليم طول عمرها، يعني لما وصلت عمر التقاعد. أيام طفولتي قضيتها بشغف القراءة، كنت وايد أحب القراءة. وفي ذاك الوقت وين عاد الكتب اللي نحصلها؟ لازم نشقح من بيتنا إلى مسافة طويلة نروح حق المكتبة العامة أخذ الكتاب، على أمل إن أنا برجع ثاني بعد أسبوع. تشوفين بعد يوم أنا لم رجع الكتاب ومخلصة منه. طفولتنا بسيطة، جيرة حلوة، من طوائف متعددة. طبعا أنا كنت بيتوتية وما زلت بيتوتية، أحب البيت. الله حباني بمحبة أهلي، محبة العائلة. اللي أتذكرهم في طفولتي وما أنساهم ولهم بصمتهم في حياتي طبعا أمي، أبوي يعني الصج حاتم، وهو حاتم الطائي في كرم الله يرحمه. يعني كرم، حنية، الأولوية للناس قبل أي أحد ثاني، وهي يمكن الجزئية اللي شوية زرعها فيني. آخر شيء يفكر فيه في نفسه، سواء مع عماله في آخر الأيام كان مقاول، أو عياله أو أحفاده، مرض أكثر من مرضى وكانت مرضات رئيسية، القلب على جلطة المخ. بس بعد ما نسى الكرم اللي فيه، كل ربعنا يتذكرونه في قضية إنه بمجرد ما أي أحد يدخل البيت يروح يركض يجيب لهم الأكل. موقف ما أقدر أنساه له ولا بنساه، إنه كان ثالث يوم العيد وكنت أنا صايمة، فعرف إن أنا صايمة، قام سيده راح ركض بسيارته راح المطعم وياب لي الأكل وحطاه قدامي المغرب، وهو يتألم، كان في هارت مثل ما يقولون أزمة قلبية وما قاعد يبين لنا، يعني في أوج ألم الأزمة القلبية اللي عنده. تخيلي أب المغرب يركب سيارته ويروح يجيب لي كشري، كان لأن يعني كنت أحب الكشري، وحطه قدامي وأكلني. فحتى ربعي حاليا رفجاني كلهم يتذكرون هالكرم الحاتمي اللي عند أبوي. نهايته كانت شوية مؤلمة، يعني راح مثل ما يقولون شلل دماغي، اختنق في الأكل، فخمسة أشهر في المستشفى الله يرحمه ويغفر له. بس لي الفخر أن أنا أقول أن أنا بنت حاتم. وعلى فكرة بتلاحظين أن أخواني كلهم يوسف سلطان، طارق سلطان، أحمد سلطان، أنا من طفولتي منى حاتم، ما أرضى إلا أكون منى حاتم. عيال عمي كلهم سلطان، عيال يعني أهلي كلهم خذوا سلطان، أنا أقول لا، أنا منى حاتم وأفتخر أن أنا منى حاتم. وكوني البنت الوحيدة في حياته، فيعني بالنسبة لي أبوي شيء مقدس. الوالدة الله يحفظها، تربوية درجة أولى، اللي حتى خلصت سن التقاعد وظلت تروح أشهر مدرسة خولة في ذاك الوقت كتطوع. طبعا الوالدة حليمة عبد الملك، الكل عرفها في هالمجال، ربت أجيال وكبرتهم، وكانت يعني انتهى مشوارها التربوي بأنها كانت مشرفة في مدرسة خولة. بس بعد موقف من الوالدة وأنا طفلة، كنت يمكن في عمر 4-5 سنوات، أبي أتعلم أقرأ، فليحين ما أنسى هالموقف. رحت وميودت لها كتاب صغنون، أقول لها بقرأ سمعيني، شنو قالت لي؟ قالت لي اعتمدي على نفسك، وأنا طفلة عمري 4 سنوات. فهذه بعد درس قوي من إنسانة مثل ما يقولون قوية، أن وانتي في هالعمر روحي اعتمدي على نفسك، مو أنا اللي بعلمك.
بعدين خالتي مريم عبد الملك زوجة خليل المؤيد، ربت 6 يتامى وما شاء الله عليها، يعني أنجزت في حياتها، كانت ماخذة دور الأم ودور الأبو، عيالها ما شاء الله. سامية المؤيد انتهى مشوارها كوكيل مساعد أعتقد، صباح المؤيد اللي أسست أكثر من بنك، نادر المؤيد اللي حاليا على السياحة، مأمون في الهندسة، إيمان طبعا خذت الماجستير بس عقب تفرغت حق تربية عيالها. فوالله يرحمها ابتسام، يعني خالتي كان عندها بنت منتهى المرح منتهى الجمال، معروفة بابتسامتها دائما، بس كان فيها يعني مثل ما يقولون شلل دماغي من طفولتها. عاشت 39 سنة وكانت تشتغل، يعني حتى إذا حين تتحكين عن وزارة الصحة وقسم الملفات وتقولين ابتسام المؤيد، الكل بيتذكر ابتسام المؤيد وابتساماته، وحتى كان لها مقابلات بعد في هالشأن. في عمر 39 الله اختارها وراحت. فتربيتي أنا بعد جزئية تربيتي في بيت خالتي بين ما شاء الله هذيلة بعد لا مثل ما يقولون بصمة في حياتي. بالنسبة حق إخواني يوسف الكبير العضيد مثل ما يقولون السند، خاصة بعد روح الوالد، يعني روحة الوالد يوسف بالنسبة لنا كل شيء، في أكثر من موقف كان واقف لنا وقفة. طارق كان في قلبه، طبعا يوسف كان في قلبه وظل في قلبه لآخر يوم، بس طارق قلبه، بعدين طيران الخليج، وبعدين الحين في أبوظبي في شركة بنية. أحمد هو سبب اللي ما حد يعرفنا إلا بفرقة سلطانيس، أحمد الصغير طبعا رئيس تنفيذي في البنك، لكن كونه للتسعينات من طفولته، وكان لحين طفل يوم أول ما أبوي اكتشف موهبته وأخوي راحوا شروا له أورغان، فكان سيدي يسمع الأغاني ويقعد يعزفهم. وكان طبعا أول حفلات أحمد بصورة غير رسمية خطوبة طارق أخوي، وبعدين بدأ يأخذ الحفلات وراح عمان وراح الإمارات. فأحين لأن ما حد يعرف فلانة أو فلان نقول لهم فرقة السلطانيس فيعرفونا، فهاي الجزئية بعد ما أقدر أنا أمحيها من حياتي. جيران القضيبية كنا داعوس واحد، اللي لاصقين فيني كلش أو فينا الله يعطيها الصحة والعافية عايشة الرفاعي، فعيالها وإحنا كنا مثل ما يقولون فريق واحد، إذا أخواني يطلعون برا نطلع مع بعض، وكنا يعني من طفولتنا البريئة إن إذا نشوف شوية رمل في الشارع، لأن بنيان في ذيك اللحظة البيوت ما كانت موجودة، شوية رمل يروحون يسوون لها محفر في الرمل ويرقدون فيها، فهاي يعني هاي مثل ما يقولون الترفيه اللي كان في حياتنا. أتذكر في بيت عايشة الرفاعي أمها الله يرحمها أم عبد الرحمن كنا نقول لها، الموقف اللي ما انسى منها إن لما يودونا يطعمونا حق الكوليرا نرجع نشوف غوري بارد، غوري شاي بس هي مسوية فيه عصير ليمون، فليحن طعم عصير الليمون اللي هي تعطينا إياه بعد التطعيم ما ينسي. بعدين اللي مجابلينا وكانوا 10 سنوات، يعني البيت اللي مجابلنا بيت قدرة راستي، تربينا معاهم كعائلة واحدة. كان في ميزة يعني الله يرحمه قدرة إنه حتى كان عنده بيت برا البلد ما عمره راح فيه ولا أهله راحوا فيه، بس كل سنة يعطينا إحنا بأهلنا، أهلنا يعني عماتي وأعمامي، نروح نصيف في بيته هو اللي عائلته نفسها ما كانوا عايشين فيها. في بيته عنده طبيلات تحت، إحنا ثالث يوم العيد الوالد لازم الله يرحمه يسوي غدا يعني كل العائلة يجون يتغدون، فيعطينا الطبيلات نقعد نطبخ فيها. شخص
عمره ما قال لا والله هاي أملاكي. يعني تخيلي بيت بيت طابقين ورخام وفي أرقم المناطق، كنا إحنا اللي نروح نقعد فيه وأهله ما راحوا. فالله يرحمه ما أنسى له هالشيء. بيت عبد الرحمن تقي كانوا يمنا، بيت أحمد خلفان اللي أتذكر مرة أحمد أخوي الصغير كان وايد يصيح وايد يصيح، وإحنا يعني تعرفين السطوح يم بعض، هما صج صايرين على الشارع بس سطحنا في سطحهم. فسمعت زوجة أحمد خلفان الله يرحمها إن أحمد قاعد يصيح، تشقح لك الشارع دي كله وتيد زفنة، كليش تخلون أحمد يصيح؟ وهي تسمع صوته من 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 السطح، يعني من سطح لسطح. فهاي الحميمية بيت إذا تعرفينها نجوى عبد الرحيم، بعد هذي اللي كانوا جيراننا، يعني ما كانت في حواجز بيننا. إحنا هاي الفريج ذي كلنا عائلة واحدة، اللي يصير في بيت البيت الثاني يدري عنا، والحمد لله لي يومك معنا. يعني يمكن المسافات ابتعدت ويمكن صعب إن إحنا حتى نتواصل، بس لا ما ننسى هالفترة من حياتنا وطفولتنا. عماتي وعمامي كانوا في القضيبية، يعني لازم نشقح الشارع، فهم في الصوب الثاني في أرض الشيخ مصطفى على قولتهم. فكنا يومية لازم نروح العصر هناك، لأن أمي لازم تروح تزورهم. من الذكريات اللي ما أنساها إن عمتي الله يرحمها كانت لين بتسوي الهريس، طبعا يعني شوية فيهم وسواس فما يروحون يأكلون أي لحم، لازم يروحون المزرعة يختارون الذبيحة بروحهم. فكل اللي تقدر تسويه كهريس وطرشة لنا كان صحن هالكبر اللي هو صحن الكوب الشاي. اتخيلي ان احنا الستة ناكل ونشبع من دي، ما ننسى ما انسى هالشيء. او مثلا اذا احد يروح النسوان، لين يروحون بيتهم نسوان الفريج كلهم معزومين، اللي ما انسى كيكة الكيكة الاسفنجية، الكبار ياكلونها وعقب احنا اليهال بعد ناكلها. الحين انت اذا بتاكلينها بس بتاكلينها واحده بروحها، يعني لنا قطعه صغيره. فالخير والبركه في كل شيء، طعم الجيلي لما كانوا يسوونه في 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 كوب المعدن، الكستر، كلها ذكريات ما تنسى. العيد في البداية في الطفولة كانت إن لازم نروح القضيبية المنطقة الثانية، إن نروح حق عماتي وأعمامي. جزئية يمكن ما ذكرتها، أنا يدتي أم وبوي كانت عايشة في المدينة في البيوت الأولية من المدينة، لأن عمي الصغير هو اللي يعني حصل البيت وقعدت عنده. طبعا ما شاء الله يابت عمر وكانت إنسانة مكافحة، اللي هي أم حاتم. عيالها تيتمة وصغار، فاضطرت إن هي أول شيء تطلع تروح الإمارات، ودوها الإمارات، يعني أهلها اللي موجودين في الإمارات راحت لهم، وبعدين جات البحرين لأن أخوانها موجودين هنا. فكانت هي مثل ما يقولون الإدارية مالت البيت العود، خلت عيالها كلهم، عندها أربع صبيان وبنتين، بعيالهم بزوجاتهم، كل واحدة كل واحد عايش في حجرة. طبعا أبوي كان شوية المفضل، فالله يعزك الحجرة مالت أبوي، عندهم حمام وعندهم التلفزيون، فالعائلة ذي الكبيرة كلها يجتمعون في حجرة أبوي كل ليلة عشان يشوفون التلفزيون. من قد ما هي ما شاء الله مدبرة، كانت يعني مثل ما يقولون مديرة التموين، تأخذ ميزانية، على قد ميزانيتك تحصلين ريوقك وغداك وعشاك. يعني إذا بتروحين حق الميزانية اللي شوية أعلى بتحصلين لك وجبة شوية أرقى على ميزانيتك. بس حتى الشباب لما كانوا، يعني الشباب اللي مو معرسين مو بعيالها، بعد تحط لهم حجر وتقاويهم. كنا كل من بعد ما انتقلوا للمدينة، كل جمعة أبوي يركب السيارة وياخذ أخته وزوجها وعيال أخته، ويأخذ أخوه وزوجته وعياله، وكلنا نركب نروح المدينة حق جدتي.
يصير العصر شويونة نرجع البيت. المهم ان كل جمعة لازم بيت عمي اللي هي جدتي قاعدة موجودة فيه لآخر لحظة احنا هناك. هاي برنامج الجمعة لنا. اما العيد بالنسبة لنا في البداية كان طبعا مثل ما قلت لك لازم نروح القضيبية وبعدين لازم عقب نروح حق جدتي الله يرحمها. إذا ترقينا بنروح السينما، يودونا مشي طبعا كل شيء مشي يعني نروح السينما. كانت سينما أواليا من أو سينما الحمراء، حتى ذكر مرة رحنا فيلم هندي وما حصلنا مجال فكنا قاعدين على الأرض، يعني الكراسي كلها فل وإحنا قاعدين بس على الأرض نطالع الشاشة. بس عادة كانت موجودة إن لازم ثالث العيد أبوي غدا أبوي. ليه؟ قلت لك السنة اللي سالفت إنه هو كان بداية أزمة قلبية وخاش وما يبي وذي ما يبي أحد يعرف، لأن ثالث يوم هو عنده الأكل في البيت. قوم خلي نوديك، لا ما فيني شيء. قوم خلي نوديك، ما فيني شيء. ليه ثالث يوم؟ لنتأكد ان الكل دخل البيت. وسبحان الله بنت عمتي فاطمة ما عمرها دشت، ما كانت تجي بيتنا يعني حق العيد. ذاك العيد بالذات يوت، ليش لا تسأليني؟ اول ما تأكد ان الجدر برز والناس يو، اللي يقول لنا زين الحين انا وطارق وفاطمة، لأن فاطمة معروفة أن هي مثل ما يقولون السند مالنا في المستشفيات دائما، اللي يقول إنزين الحين ودوني. ركبنا السيارة طلعنا بس خطوتين أشوف من فاطمة قاعدة ورا أنا قاعدة مع طارق قدام، خطوتين اللي يبي بطل الباب ويبي قط روحها شود الأزمة القلبية على قوتها. فهذه آخر عيد كان لنا أن يعني يمعت أبوي وكذي، لأن عقبها بس خلاص يعني كان وايد تعبان. بس سبحان الله الله سخر أن فاطمة تكون موجودة على رأس خالها وتودي خالها المستشفى وتباريه في المستشفى وتعتني فيه في فترة المستشفى. شوف سبحان الله، لأن الله يكتب لك الشيء وهو اللي قدر المقادير. فهذه العيد بالنسبة لنا. وما زال طبعا ولد عمي ما زال محافظ على أنه هو عندي ولد عم وايد مثل ما يقولون مقرب لأبوي، يسوي ثاني يوم في بيته في الرفاع. طبعا عيد رمضان ما سوى لأن كورونا، الله يرفع عنا يا رب. وهذه العيد إذا شوية رقوني إخواني في الليل مثلا يبون يطلعون، أنا كنت أصغرهم يودوني وياهم. بس هي حلوة بسيطة. كنت أتذكر أن يعني ذيك الحزة حتى إحنا ما عندنا أفلام، فطفولتنا شنو؟ طفولتنا إذا تلفزيون الكويت ببطل ساعة ولا ساعتين يراوينا دروس السباحة، ولما ما أنيسة تقطع الكيكة وتحلصنا على الكيكة أو الأندية، كنا نروح أندية طبعا في فترة من عمري يعني في ابتدائي كنت أروح الأندية اللي يسوونها في المدارس. دخلت مدرسة العدوية، كان عندي شوية عقدة ان من اول ابتدائي لتوجيهي لازم في طابور الصباح. فأتذكر مدرسة العدوية كانت نوع مثل البيت، بيت صغنون صغير محيطين بين الجيران، فصفوفنا يعني طول الوقت احنا بس مثل ما تقولين نحس ان احنا صايرين بيت بين بيوت صغار. في طابور الصباح يجيبون لي الكرسي الأخضر الطويل، أنا خبرت شوية الطول مو مساعدني، فيوقفوني عليه وأقول كلمة الصباح وانتي ترتجفين من الخوف والرهبة أن انتي واقفة قدام الطالبات كلهم. بعد الله أكرمني أن في سادس ابتدائي طلعت الأولى، فيعني أمير البلاد الله يرحمه الشيخ عيسى كرمني في عيد العلم. كنا احنا ثلاثة أوائل مكررين. بعدين بعد الحمد لله طبعا رحت مدرسة القضيبية، كانت قريبة من بيتنا يعني. واللي أتذكره دائما في طفولتي المشي، يعني المشي للمكتبة العامة، المشي إلى مدرستي سواء القضيبية ولا الحورة بعدين في الثانوية، المشي لبيت الأعمام والخالط. زميلات المدرسة أتذكر واحدة اسمها جنان،
طبعا نسيت أقول لكم بالنسبة حقنا في المدرسة، في مدرسة العدوية، جليلة أيوب الله يعطيها الصحة والعافية نعمل قائدة، كنا نخاف منها، نحسب لها ألف حساب. فبنت أخوها، بنت عدنان أيوب الرياضي المشهور، جنان، هاي واحدة من اللي أنا يعني كان لهم أثرهم، بس طبعا راحت عقب العراق وما في أي اتصال بيني وبينها، بس جنان أتذكرها عندي. وبدون هضم أسامي مدرسات، عندي مدرسة بالذات هي الله يرحمها لطيفة الحسن، كانت جميلة وحنونة ومثل ما يقولون لها الكاريزما مالتها. تخيلي ان انا من ابتدائي ما شفت لطيفة الحسن، ين قبل اعتقد سنة صدفة اشوف اسمها من ضمن المجموعات اللي حاطينهم لحفظ سورة البقرة، من ابتدائي الى 2019 او 2018، فسيدة ابتديت اتواصل وياها وعلى طول يعني، واكتشفت ان هي حاطة اسم واحدة من بناتها منى، وطرشت لي صورة مالت ابتدائي هي موجودة وأنا موجودة يعني هي كمدرسة. فهاي المدرسة ذي ما كنت يعني أقدر أنساها، للأسف العام توفت. فيعني سبحان الله، الله يابها بعد كل هالسنين لفترة بسيطة في حياتي، مع أن هي لها بصمتها في حياتي، بس عشان تقول ترى كنت موجودة في حياتك، وحين يلا أنا بروح عند رب كريم واكتشف إن مثل ما قلت لك إن هي مسامية واحدة من بناتها منى، وهي كأنها جابت كلها بنات أعتقد أو ولد، ما أعرف يعني ما كان لي أي اتصال بها. في إعدادي وما زالت هي هذه موجودة في حياتي، لأنها كانت في إعدادي وكانت في الثانوي ولمرحلة الدبلوم، وهي طبعا ليحين يعني مثل ما يقولون توأم الروح نائلة المحمود. ذكرياتي وياها، تزوجت وراحت الإمارات، بس مثل ما قلت لك البحار ذي ما فرقت بيننا. شخصيتين نقيضتين، يعني إذا أنا أحب شيء هي ما تحبه، أنا هادئة هي لها يعني مثل ما تقولون شوية لها الشطانة. وليه اليوم سبب سر تلاحمنا ان احنا شخصيتين نقيضتين في كل شيء، بس القلوب ويا بعض. في الثانوية اللي هي طبعا مدرسة الحورة، المديرة انا ما ابي يعني اذكر اسامي لان ما ابي اهضم الناس حقها، بس بذكر مواقف. مديرة المدرسة الله يعطيها الصحة والعافية، واعتقد يعني في ذاك الوقت الكل يعرف من هي، واعتقد ما في حرج أن أذكر اسمها أمينة الصالح والنعم فيها. بصمتها كانت كلش قوية علينا. بعدين المدرسات، طبعا عندنا مدرسات بحرينيات وعندنا مدرسات مصريات، لليوم أتذكرهم بجودة تعليمهم، بحنيتهم، يعني حتى في ابتدائي يعني تحسين ان المدرسة مو بس جاية عشان تعطيك مادة تعليمية، لا، هي امك الثانية في المدرسة في هالعمر. على العموم خلصت الثانوية الحمد لله، كنت يعني الحمد لله يعني من الاوائل. تجربة مريت فيها، كنت أبي أكون طبيبة، بس للأسف في سنة تخرجي الطب ما كان إلا في العراق وليبيا، فاضطريت أخذ البعثة وأروح كندا. كنا حوالي 28 طالب وطالبة، بس كوني البنت الوحيدة في البيت، فيعني تعرفين صادتني ردة فعل، وأمي وأبوي يحنون لا ردي ورجعي، فتركت رجعت من كندا والتحقت في كلية الخليج في ذاك الوقت. صادف أن في كل سنة إحنا برنامج، يعني في أول سنة كنا برنامج بريطاني، انتقلنا للسنة الثانية برنامج ثاني بريطاني، انتقلنا للسنة الثالثة
دخلوا برنامج البكالوريوس في إدارة الأعمال. فإحنا كنا من أوائل الدفعات اللي تخرجوا من كلية الخليج اللي بعدين صارت جامعة البحرين بكالوريوس إدارة أعمال. في مرحلة في الجامعة، مو أول سنة، ثاني سنة، وهاي بعد ما زالت موجودة في حياتي، شويكار المنصوري، إنسانة مكافحة في عمر 16 سنة، الله ابتلاها بالحمى السحائي، حمى السحائي صادها وهي في العين وهي تدرس هناك، فشبه انشلت. فيات من مرحلة العلاج اللي في لندن كان سنة كاملة، أنا كنت أتذكرها في المدرسة، هي كانت معنها يعني في عمري بس قبلي بسنة. كل اللي أتذكره في المدرسة، في مدرسة الحورة، لأن شويكار تي تركض، ما كانت تمشي عمرها، من قد ما هي كانت ما شاء الله عليها يعني فيها طاقة، مشي ما تمشي، كانت كلها تركض، لأن كانت الظهر سبحان الله تدري إن هي في عمر 16 بتضطر تقعد على كرسي متحرك. اتيي أنا كنت قاعدة تسلم عليه منحاته مشلونك وتروح. فصادف إن هي يوم رجعت من علاج، مرحلة العلاج دي، رحلة العلاج اللي في لندن لمدة سنة كاملة كانت في لندن، دخلوها الكلية، كلية الخليج. طبعا أنا سابقتها بسنة لأن هي ضيعت حوالي سنتين في علاجها، فكأن يعني سبحان الله كأن الله قال أنت الحين مسؤولة عنها. كنا شو نسوي في البداية؟ لأن أنا ما عندي سيارة، كنت توني بتعلم السياقة، أروح بيتهم. أخوها إبراهيم الله يعطي الصحة والعافية، طبعا أخوها إبراهيم أخو وداد الموسوي، سوري زوج وداد الموسوي، ناخذ الويلتشير نركب سيارته، وما قعد أنا ورا من قد ما إحنا كنا يعني متلاحمين، أقعد قدام تحت ريلها، هي تقعد قدام يم أخوها وأنا قعد تحت ريلها. بعدين نخلص من الكلية، هي في صفوفها بروحها يعني، من حتى يعني هي في مثل ما أقول مجال ثاني، إدارة أعمال بس شهادة ثانية، نرجع نقعد في بيتهم نتجابل. بعدين نرجع أرجع البيت في الليل، نكون بعد على اتصال مع بعض. تمينا مع بعض 40 سنة حين الحمد لله، هي كفاحها هذه بروحها قصص ومجلدات، وما شاء الله جابت 3 أولاد، تزوجت وجابت 3 أولاد. ما شاء الله قبل يومين محمد تخرج طب، وأعتقد أنه هو أول الدفعة ما شاء الله. يوسف الثاني بعثة الشيخ سلمان خلص في أمريكا وحين يشتغل، وحين باقي عيسى اللي هو أصغر واحد، باقي لأعتقد 2 سنين في الثانوية. فبعد شويكار المنصوري تعتبر خذت حقبة كبيرة من حياتي، كان لي الفخر حتى يوم الملك كان بكرمنا في عيد العلم، أنا كنت أدز الكرسي المتحرك مالها، لأن كنت أنا متخرجة بكالوريوس وهي متخرجة دبلوم، فكنت أدز الذي. والحمد لله، الحمد لله الله حباني بأن حصلت يعني فرصة التكريم من أمير البلاد الله يرحمه في 6 ابتدائي وفي الدبلوم، لأنه يعني كان امتياز، والبكالوريوس كان امتياز، والماجستير، فما شاء الله 4 مرات رحت عيد العلم. وكنت بعد في 6 ابتدائي كنت نتفة هالكبير، وعطاني أن أنا أقول كلمة الطلبة في شو اسمه في الاحتفال. فهاي بروحها بعد تجربة، يعني كنت يومية أمشي لبيت مدرستي، كانت قاعدة في الشقة في الطابق الثالث، أمشي لبيتهم أشقح شارع القضيبية اللي كانوا يسمونه شارع الحب ذي، فكنا نشقح أشقح شارع القضيبية، أروح شقتها تدربني على الخطبة. ولحن شوية أتذكر بعض المقاطع، مع أن يعني سبحان الله الطفولة الأشياء اللي تتذكرينها ما تنسي. أتذكر الرحبة في عيد العلم الأول، إنه حاطيني حتى على ستاند خشب لأن نتفة،
والستيج او هذه المايك مالهم حاطينه على خشبه، فانا ما بين، فمضطرين احنا يحطون تحتي شيء يرفعوني. الحمد لله رب العالمين. وصادف سبحان الله، يعني الوالد توفى 6 مارس، صج بينه وبين امير البلاد كم من سنه في تاريخ في سنوات الوفاه، بس تشارك مع الشيخ عيسى الله يرحمه في 6 مارس. ففقدت الأب العود 6 مارس قبل، وفقدت أبوي حاتم بعد 6 مارس، بعدها يمكن كم من سنة. بعد هاي المواقف ذي ما أقدر أنساها، يعني إن الشيخ عيسى أسلم عليه كم من مرة. الشيخ عيسى سبحان الله، كنت مرة واقفة في شارع القضيبية أشوفه طايف في سيارته ويأشر، يعني صدفة كانت. مرة ثانية كنت أبوي كان مرقد في المستشفى، وهني كنت يعني شوية صادتني صدمة، ما كنت أعرف هل معقول هاي الشيخ عيسى اللي كان يمشي في نفس الحيز دي، مثل الجسر اللي في المستشفى العسكري، داخل العسكري من المستشفى القديم والجديد. فأنا نازلة وهو طالع، فمن مثل ما يقولون من الرهبة، حتى ما عرفت إن شلون أسلم عليه. قلت وي ترى هذه الشيخ عيسى، هاي أبونا يعني. أول وظيفة لي كانت طيران الخليج، اشتغلت سنتين. للأسف يوم زواجي قرروا، طلعوا قرار مفاجئ أن الزوج والزوجة لازم واحد منهم يترك، فكان بس قرار في ذاك الوقت وبعدين ألغوه، فاضطريت أن أترك الوظيفة وخليه هو مكاني، يعني ما مبعد لأن أنا يعني أتم وهو اللي يطلع، فضحيت بوظيفتي في ذاك الوقت. الحمد لله بعدها، بعد شوية تجربة ما كانت حلوة، يعني تخيلي واحدة ألغت شهر العسل، واضطرت إن هي في ذاك الوقت في أيام شهر عسلها تقعد تدور على وظائف، وكنت راضية بأي وظيفة. ما قلت إن أنا والله بكالوريوس وامتياز عالي لا، هذه ما كان أبدا في بالي، لدرجة أن رحت قدمت في بنك كموظفة استقبال. تعجبوا، أنت شلون ترضين على نفسك تقدمين حق هالوظيفة؟ قلت لهم الوظيفة مبعيب، أنا أبي أشتغل. فهم الحمد لله عطوني وظيفة أحسن، قعدت فترة، بعدين رحت شركة تأمين أريج. وهني ابتدى التحول في حياتي، ان خذوني بتلكو وقضيت 18 سنة، وخذوني وانا حامل في اسراء بنتي. يعني في ذاك الوقت من يوظف وحدة حامل، انا كنت حامل في الشهر الثالث ورضوا ان ياخذوني. كنت في العلاقات العامة مترجمة محررة مقالات، رضيت بكل الوظائف اللي موجودة في العلاقات العامة، يعني السكرتيرة لين مو موجودة أنا أخذ شغلة السكرتيرة، اللي يرتب الزيارات لين مو موجود أنا اللي أروح أخذ أسوي زيارات اللي حق مرافق بتلكو، محرر الجريدة اللي كانت عندنا مو موجود أنا أخذ. ما عمري قلت لا، المدير يبي شاي يبي قهوة أسوي له، مبعيب. كنت أتذكر إنه ساعات عشان أبي مكان هادئ أروح أقعد في عندنا ستور صغير، في ذاك الوقت مكاتبنا كانت في السوق، عندنا ستور صغير أقعد وأنا بطني قدامي حامل في بشري، وأحط السماعة لأن أكون مسجل، أحط المسجل، أحط يعني المقابلات اللي عندي وأقعد أترجمهم. فهاي كلها بلورت شخصيتي أنا، وعشان كذي أقول حق بناتي الأربعة، أنا عندي 4 بنات، إسراء وآلاء وآيات وملاك، العمل مبعيب، ولا عمركم تشوفون العمل كوظيفة. الحمد لله 18 سنة في بتلكو، ما عمرهم نظروا لي كنظرة مرأة، خذيت حقوقي من بتلكو مثل أي رجل. يعني أنا حامل، بعدها بستة أشهر ولدت، من أول شهر طرشوني دورة شهر كامل لندن حق العلاقات العامة، وأنا عندي إسراء صغنونة يعني بشهر،
والله كتب ان بعدها بستة اشهر احمل بآلاء. فتخيلي ان اول شيء ماخذينك انت بكونك حامل، وبعدين بعد فتره بسيطه تولدين وتاخذين اجازه وضع، وبعدين تردين تحملين. بس اكتشفت شيء واحد، ان كل واحده منهم هالاربعه كانوا تغيير في مهنتي. إسراء دخلتني بتلكو وأنا حامل بها، آلاء باقي 4 أيام من ولادتي انتقلت لقسم التسويق في وظيفة أحسن، فيعني بعد رايحت لهم في الدائرة الجديدة وأنا حامل، فانتقلت إلى وظيفة جديدة أحسن من الوظيفة القبلية. آيات عطوني وظيفة شبه إدارية في ذاك الوقت، عطوني قسم في يعني قسم ثاني، فبعد صار عندي تغيير في 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 مثل ما يقولون ارتفاع في السلم المهني. وملاك الصغيرة انتقلت لي بعد هالمرحلة ما أقدر أنساها في حياتي، انتقلت لأصعب وظيفة إدارية، لأن صرت في ذاك الوقت وأنا توني والدة في ملاك مديرة لخمسة أقسام في بتلكو، وهما الأقسام اللي احنا نسميهم الجنود المجهولين، اللي هو 181 151 يعني الدليل، الاتصال بالبحرية، التليكس تجديد الدليل. من مديرة صغنونة عندي حوالي يمكن 10 أنفار وكلهم يعني شباب، إلى مرة واحدة أصير مديرة ل 150 موظف ومساكين يعني مهضوم حقهم. شوية دخلت في مثل ما تقولين يعني أزمة، أنا بقدر على هالوظيفة؟ فبعد ياني مدير الله يذكره بالخير، هو مدير اللي فوقي، قال لي كلمة واحدة، كنت لأنا مترددة أن أنا أخذ الوظيفة دي، قال لي أخذي هذه المكان كصحراء وأنت بتحاولين إلى واحة. فالحمد لله في خلال السنتين اللي أنا كنت هناك بفضل الله ومثل ما يقولون دعم هالمدير، قدرت فعلا أحول الصحراء ذي إلى واحة. ففعلا مثل ما يقولون يعني محمد راشد اللي هو مديري كان في استعلامات الدليل واللي قلت لك الخمسة أقسام اللي صاروا، سنتين من أروع مرحلة في حياتي. بعدين رجعت مرة ثانية للتسويق في مرحلة، طبعاً إحنا لا تنسين أن بتلكو في البداية كنا كيبلن وايلس، فإدارتنا أكثر أجانب إنجليز، كان عندنا واحد الله يذكره بالخير يعني وايد حازم، مدير أجنبي أكبر يعني يعتبر أرفع من مديري المباشر حتى، وايد الناس كانوا يخافون منه، وايد حازم شديد. سبحان الله يعني صارت حميمية في العلاقة بيني وبينه اللي كان عاملني كبنته. فأتذكر ليحين موقف منه، دخل علي وصك الباب في المكتب اللي يقول لي أبيك حق وظيفة ثانية عندي تحت أهوة يعني خدمات الزبائن. قلت له لا أنا ما أشوف روحي يعني حق خدمات الزبائن. قعدنا نسالف في ذي، اللي يقول لي وهاي درس في حياتي ما أنساه، يقول لي أنت وايد تذكريني بولدي، ولدي كله يبي إيه ما يرضى إلا بدرجات الإيز، وأنت نفس الشيء كله تبين الإيز، لكن منى تعلمي شلون ترسبين. تخيل يعني واحد في عمره ومركزه يقول لي تعلمي شلون ترسبين، ترى الإيه مو دايما هو اللي بنجحك، الرسوب بعد يعتبر نجاح. وفعلا من عقب هياتني مثل ما يقولون طقات في الدنيا، من ضمن الأشياء اللي اكتشفتها في نفسي طرشوني بتلكو حق مؤتمر قيادة للنساء، كنا بس نسوان يعني خذوا لنا فندق في بلجيكا في بروج، كلنا بس كنا نساء اللي درسونا نساء، الحضور نساء، كنا احنا رايحين 4 من بتلكو، فعطونا مثل ما يقولون قالوا لنا رسموا حياتكم
المهنية ورسموا حياتكم الاجتماعية في رسمتين. فاكتشفت أن أنا في أثناء اللي كنت أمر بظروف اجتماعية صعبة مثل الحمل والولادة و هاي كان كل واحدة فيهم تعني صعود في السلم المهني. الحمد لله رب العالمين، أقدر أفتخر أن أقول في عيال تربوا على يدي، مو بس بناتي، في الموظفين اللي اشتغلت وياهم عيالي ربيتهم أسستهم. يعني موقف مع واحد كان يخاف أنه هو يسوي عروض، يا فلان أنا أبيك تسوي عرض، يقول لي أنا ما برضى على نفسي أن أسوي عرض. قمت إيش سويت؟ كنا دائما، لأن كنت بعد مسؤولة الأبحاث في بتلكو، عندي أسوي مثل ما يقولون بحث عن رضا الزبون، وأعرضه على مجلس الإدارة، مجبور أن أنا أعطي النتائج حق مجلس الإدارة. وهاي الموظف أنا أبى أهله أنه يكون يقدر يواجه الناس. فذيك الحزة طلعت سفرة شغل في لندن، وهو ما عنده إلا أنه هو يأخذ هالمهمة، ومن عقبها ما شاء الله انطلق في هالمجال. ولما أنا طلعت من بتلكو صار هو ما شاء الله مدير عام، يعني حتى شجعني في الوظيفة اللي أنا آخر وظيفة كانت عندي. بعد 18 سنة في بتلكو طلعت، رحت فترة بسيطة كلش في الجامعة العربية 4 أشهر، والله وفقني بعدين أن أساهم في تأسيس هيئة سوق العمل الـ LMRA. كنت أنا الموظفة السادسة في المجموعة اللي خذوهم. اشتغلنا على قاعدة البيانات حق، لأن كنت في قسم السياسات وسويت بحوث يعني كبيرة طبعاً مع الإحصاء اللي يبناه الخبير الإحصائي دكتور فرهاد، كان معانا في هالشغلة. عقبها بـ3 سنوات انتقلت لتمكين اللي هي الذراع الثاني لسوق العمل. احنا كان يعني سوق العمل عبارة عن هيئة تنظيم سوق العمل وصندوق العمل اللي هو تمكين. فبعدها رحت تمكين، قعدت فيها حوالي 10 سنوات. من بدايتها خذيت برنامج دعم المؤسسات 5 سنوات في تعديل وتطوير برنامج دعم المؤسسات. بعدين تركت الوظيفة ذي إلى قسم جديد اللي هو الرقابة على برامج الدعم. ولحين أتذكر في المقابلة الشيخ قال لي زين ليش تبين تتركين؟ أنت اللي أسستي المكان، ليش تبي تهدينا؟ قلت له خذيت حقي كتجربة، بعدين اللي بيجي ياخذ مكاني بعد هو يستاهل إنه يحصل فرصته. خذيت فترة في قسم الرقابة، بعدين أسست بعد قسم جديد اللي هو مثل ما تقولين المخالفات. فيعني إذا نرصد أي مخالفة في محفظة تمكين، سواء دعم الأفراد ولا دعم المؤسسات، قسمي أنا اللي كان نحول البلاغات إلى الجرائم الاقتصادية ومن بعدها النيابة. وآخر 7 أشهر في تمكين خذيت شؤون الموظفين. مرحلة صعبة، لأن يعني مثل ما يقولون تستنزف كل عواطفك، كل موظف. يعني أوكي أنا شوية عاطفية في التعامل مع موظفيني، مع أن حين الكل يقول أنت كنتي حازمة، بس ما يندرى يعني هل أنا حازمة ولا عاطفية ما أدري. بس عدد معين، يعني أقصى عدد كان تحت إدارتي 150 موظف اللي هو في أيام بتلكو، بس مرة واحدة يتحول العدد إلى 300 وزود، شوية كانت المرحلة ذي صعبة، لأن الواحد ما يقدر يرقد وفي ناس مو مرتاحة منه. خلصنا 32 سنة بين القطاع العام، بين القطاع الخاص والقطاع العام، وحين 3 سنوات في البيت. من 2005 بديت مرحلة تدريس التجويد، يعني خذيت الحمد لله الله حباني بالتجويد، فأدرس الحمد لله.
بس اللي شغل وقت فراغي بعد التقاعد قضية أن دخلت في معهد الزهري حق العلوم الشرعية، فصرت طالبة مثل بنتي الصغيرة، لأن بنتي الصغيرة بدش سنة رابعة وأنا إن شاء الله بعد بدش سنة رابعة ونخلص بإذن الله. فما أعرف بعد هذه إيش بيصير، لأن أنا واحدة كنت طول الوقت طول حياتي برا شغل alerted مثل ما يقولون يعني لكل حادث حديث. نخلص إن شاء الله السنة الرابعة وبعدين نقرر، بس ما زلت يعني أدرس بعد التجويد. كان عندي شغف في التدريس حتى في أيام الجامعة، يوم حولونا من نظام إنجليزي لنظام أمريكي حق البي أس، فعندنا مجموعة كانوا يحتاجون شوية تقوية في الرياضيات والإحصاءات، فكنت أدرس زملائي وزميلاتي. هذه حياتي مثل ما يقولون في السطور. بس بعد أقول شيء واحد، إن يمكن أنا طلعت كتقاعد مبكر، لحين أحس إن أنا قادرة على العطاء حتى لو تطوع. وكان بعد من ضمن المشاريع اللي اشتغلت عليها في تمكين إن خذينا قاعدة المتطوعين إن نشوف شنو خبراتهم في الحياة. للأسف ما اكتمل المشروع. أنا للحين أحس إن البلد فيها خبرات، وهالخبرات مستعدة إن هي تعطي بدون مقابل. نبي نخدم ديرتنا. يا ريت يكون في توجه على استغلال. ولا تنسين إن في السنوات اللي راحت الثلاث أو أربع سنوات عدد هائل من الناس طلعوا في تقاعد مبكر، وحتى أصغر مني بوايد. يا ريت هالمشروع يتفعل. شفته في أمريكا يوم رحت أيام تمكين، إن عندهم ناس تطلع تقاعد لكن تعطي خدمات تطوعية عبر مؤسسات رسمية. يعني اللي يبي مثلا يفتح لسجل يحتاج مشورة، مو بالضرورة إنه يروح حق مكاتب استشارية. ليش إحنا ما نستثمر في خبرات البلد في خدمات معينة؟ عندنا الطب، عندنا تمريض. وإذا أرجع لك مرة ثانية على أكبر شيء أو أكثر شيء تحسست في حياتي، أن أصير طبيبة. الحمد لله آيات الحين في آخر أسبوع من سنة الامتياز، هي بنتي الثالثة، يعني مثل ما تقولين إن شاء الله حققت لي حلم الطب. لكن المسج اللي أقوله حق الكل وأولهم عيالي، إذا خاطركم في شيء لا تهدونه. ناس لهم بصمتهم في حياتي وما أقدر أنسى كلمة حصلتها من مدير في هيئة تنظيم سوق العمل يوم بغيت أطلع، الرئيس التنفيذي أسامة. شنو قال لي؟ قلت له يعني مشكور وأنت نعم القائد اللي في هالعمر، يعني هو شاب صغير أصغر مني حتى. قال لي أنت الوحيدة اللي أنا ما تعبت عليك، أنت ما احتاجيتي مساعدتي في الفترة اللي أنت كنتي موجودة، بس في تمكين وتأسيس تمكين وما زال هذا الشخص يعني قائد في حياتي، عبد الله القاسمي الله يعطي الصحة والعافية. افتخر أن اشتغلت في العصر الذهبي معه. بعدين دكتور أحمد عبد الغني اللي الحين في بي اي بي اف بعد كان مسؤولي، وهو سبب والله يجزيه خير ان اخذ السي في مالي من هيئة تنظيم سوق العمل وعطى تمكين في عبد الله، يعني هو اللي ودى حق عبد الله. بعدين احنا في دعم المؤسسات او دعم القطاع الخاص كنا فريق ثلاثي، وما زلنا الحمد لله، اللي هو محمد بوشيري كان مديري المباشر، وعندي زميلي دكتور محمد أمين، وإحنا هاي الثلاثة للحين الحمد لله رب العالمين. يعني المهنة ما فرقتنا، ما زالوا ذلين في حياتي موجودين أخوان وسند مثل ما يقولون. بس واحد مثل عبد الله كقائد من ضمن الناس اللي ما أنساهم. وبعد ما بي أنسى الله يرحمه راشد عبد الله في بتلكو، كان مديري العام فترة،
اللي أذكره في راشد إن بابا الله يرحمه كان دائما مبطل لنا، طبعا توفى بأزمة قلبية مفاجئة، وكانت مثل ما يقولون يعني شيء مؤلم لنا كلنا. بابا مبطل، ما عمره تعامل ويانا كمدير عام، لا نقدر ان احنا نتناقش، نقدر ان نكون حادين في النقاش وياه. سافرت وياه سفرات عمل ومن اروع ما يكون، فبعد تجربتي مع راشد ما تنسي، ورجاء ما اقدر اهضم حق اي اسم ما ذكرته في هالمقابله، لان كل شخص كان له دوره في حياتي. بالنسبه حق الزوج، لولا وجوده في حياتي خاصة في تربية إسراء وآلاء، لأن في ذاك الوقت يعني أنا بين إسراء وآلاء سنة وثلاثة أشهر، فصعب أن أقدر أوفق بين وظيفة تتطلب حتى سفرات كورسات تدريبات وأنا ما بهد الاثنين وياي، فكان يتنازل ويي وياي ياخذ الاثنين اليهال وياه، ياخذهم من الصبح لخمس المغرب اللي هي فترة تواجدي في هالكورسات هذه، وبعدين أنا أخذ مسؤوليتي وهو يبتدي شوية ياخذ يعني مثل ما يقولون البريك ماله. فهذا الشيء ما أقدر أنساه، يعني لولا وجوده هو كان أنا ما قدرت أربي إسراء وآلاء في مرحلتين صعبتين في حياتي بدون وجود زوج يشاركني. يعني إذا أقول إن أنا قدرت أتطور وظيفياً، ترى هو لعب يعني دور في هالشيء. اسم إبراهيم فرج طبعاً، يعني الحمد لله رب العالمين، جبت الأربع بنات. في مرحلة كنت لأن إسراء وصلت صف الثالث وآلاء كانت صف الثاني، قررت أن أنا بطلعهم من مدرسة العدوية إلى مدرسة الإيمان اللي هي مدرسة خاصة. فقالوا لي الإدارة إحنا أنت بتجيبينهم، لكن هم ضيعوا في ذاك الوقت الإنجليزي في الحكومة الصف الرابع، كان هم ضيعوا الأول والثاني، إسراء ضيعت الصف الأول والثاني إنجليزي، وبعدين المدرسة مدرسة الإيمان عندهم كل سنة لازم يحفظون جزء، يعني اللي تدش أول ابتدائي جزء 30 تخلصه، اللي تدش الثاني 29 تكون مخلصة. قالوا إحنا بناخذهم بشرط إن أنتي تغطين النقص اللي صادهم بسبة التأخير في دخلة المدرسة. فالحمد لله خذيت هالتحدي وقدرت الحمد لله إن أوقفهم على ريلهم لمرحلة اللي مرض أبوي. لأن مرض أبوي كوني البنت الوحيدة، أنا مجبورة المرضى الأخيرة طبعاً أن أنا أكون في المستشفى وياه، فكنت أروح الشغل للساعة 3 وأطلع من الشغل أروح المستشفى. فعيالي شوية كانوا في ذاك الوقت، حتى عندي 4 ما عندي 3، يعني حسوا بال يعني تخلخل في نظام تعليمهم. شو اللي قالت لي مديرة المدرسة حزتها؟ قالت شوفي، إذا بتدرسين عيالك العلامة اللي بيحصلونها مو علامتهم، علامتك انتي، فتركي عيالك يعتمدون على نفسهم، انتي ما تبين عيالك ياخذون علاماتك انتي. والحمد لله طلعناهم وخرجناهم. إسراء ما شاء الله خلصت بنتلي وحين في بتلكو خذت ميراث امها، قانون الحمد لله بعد تشتغل، وطبعا إسراء عندها 3، عندي أحفاد من إسراء، مايا أكبر حفيداتي وفيصل ويارا. آلاء جابت 3 أولاد، عوضت عن البنات اللي عندهمها، جابت طبعا فهد الكبير وعبد العزيز ويوسف، هذيل الأحفاد. آياتها مخطوبة، ونأمل إن هي بمجرد ما تخلص تحصل وظيفة في المجال اللي هي قاعدة تتخصص فيه اللي هو الطب، وملاك سنة رابعة تعليم، فأخذت جزئية حب وشغف التعليم من أمها اللي ما صارت معلمة لأربعة أشهر في الكارير مالي.